السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. استغرقت شركة أوبو وقتا ليس بالقصير في تصميم أول هاتف قابل للطي، بحيث مرت بستة تصميمات على مدار السنوات الأربع الماضية، وأخيرا هي تعلن عن هاتفها رسميا تحت مسمى أوبو فايند إن، والذي يأتي بغاية منافسة كل من زي فولد 3 ومي ميكس فولد وهاتف ميت إكس من هواوي. وقبل البداية وجب التذكير باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، وعلى بركة الله نبدأ الفيديو. أحد الاختلافات الرئيسية بين هاتف أوبو وباقي المنافسين أنه تمسك بنسب أبعاد عاقلة بدءا من 18 على 9 للشاشة الخارجية، مما يجعل الشاشة الداخلية 8.4 على 9، وهي أضيق قليلا من المربع، بينما يحتوي زي فولد 3 على شاشة خارجية بمقاس 25 على 9 ومي ميكس فولد مقاس 27 على 9، بينما هاتف ميت إكس يأتي بنسب أبعاد الهاتف العادية والذي تبلغ 19.5 على 9. وتتجلى أهمية هذه الأبعاد والمقاسات في أن بعض التطبيقات لا تدعم الشاشات الطويلة بزيادة أو الضيقة للغاية، ويأتي أوبو أصغر من المنافسين بحيث يحتوي فايند إن على شاشة خارجية مقاس 5.5 بوصة وشاشة داخلية 7.1 بوصة. يأتي الهاتف بمفصل مرنة جديدة عبارة عن قطعة معقدة بها 136 مكون. دعونا نلقي نظرة فاحصة على المواصفات بدءا من الشاشة. إنها شاشة عرض مخصصة ذات 12 طبقة، تستخدم ما يسمى بالزجاج فليكسيون ألترا فائق النحافة، وهو أرق بكثير من المنافسين، هذا يجعلها أكثر مرونة. وأثبتت الاختبارات أنها قادرة على تحمل 100,000 عملية طي بدون ظهور أي تجاعيد على الشاشة. الطبقة الرئيسية للشاشة الداخلية من نوع LTPO AMOLED، والتي يمكنها ضبط معدل التحديث بين 1 هرتز و 120 هرتز لمطابقة المحتوى الذي تشاهده، بينما يمكن أن يوصل معدل أخذ العينات باللمس إلى 1000 هرتز. وقامت أوبو بمعايرة ترسيد اللون وسطوع كل من الشاشة الداخلية والخارجية، ويمكن أن تصل درجة سطوعها القصوى إلى 1000 شمعة، لذلك لن تواجه أي مشاكل معها في كافة ظروف الإضاءة. الشاشة الخارجية مقاس 5.5 بوصة عبارة عن لوحة أموليد مزودة بطبقة حماية غوريلا غلاس فيكتوس بدقة فول اتش دي بلس بكثافة 402 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث قياسي 60 هرتز، بينما الشاشة الداخلية تأتي بمقاس 7.1 بوصة، هي الأخرى بدقة فول اتش دي بلس وكثافة بيكسلات أقل 370 بيكسل لكل بوصة ومعدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز. يتم تشغيل أوبو فايند إن بواسطة معالج سناب دراجون 380 مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5 و 512 جيجا بايت من تخزين UFS 3.1، بينما يدعم الهاتف إيماءات تعدد المهام العادية على الشاشة المنقسمة، كما أن الانتقال بين استخدام تطبيق على الشاشة الخارجية والانتقال إلى الشاشة الداخلية أو العكس أصبح سلسا إلى حد كبير. الهاتف مزود بخمس كاميرات، 3 في الخلف و2 لصور السيلفي، 1 في كل من الشاشة الداخلية والخارجية، يعني هذا أنه حتى لو كان في وضعية الطي يمكنك استخدام الكاميرا الرئيسية لالتقاط صور السيلفي بدقة عالية. بالحديث عن الدقة، تتميز الكاميرا الرئيسية بمستشعر سوني IMX766 بدقة 50 ميجا بكسل، تنضم إليها كاميرا الزاوية الواسعة بدقة 16 ميجا بكسل، وأخيرا كاميرا مقربة بمستشعر بدقة 13 ميجا بكسل. يأتي الهاتف مزودا ببطارية بسعة 4500 ملي أمبير، كما أن أوبو فايند إن يدعم الشحن السلكي سوبر فوك بقدرة 33 واط، إضافة إلى الشحن اللاسلكي إير فوك بقدرة 15 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي بقوة 10 واط. سيتوفر أوبو فايند إن في الصين اعتبارا من 23 ديسمبر، ويمكن توقع أنه يأتي بسعر مرتفع، وهذا أمر طبيعي بحيث يكلف الهاتف 1200 دولار لإصدار 8 جيجا بايت على 156 جيجا بايت، و 1410 دولارات أمريكية لنسخة 12 جيجا بايت على 512 جيجا بايت. ولكن الشيء المحزن هو أن أوبو لا تخطط لإطلاق فايند إن في الأسواق الخارجية مبدئيا، وهذا شيء مؤسف لأنه بالتأكيد أحد أكثر الأجهزة إثارة لسنة 2022. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.